بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين في جزء الشيرد كومبوننت، الجزء بتاع الديفينيشن اتريبيوت. وعندي حاجه جميله قوي اسمها جلوبال نوتيفيكيشن. الجلوبال نوتيفيكيشن اللي هنستخدم فيه نوع من انواع السبستيتيوتنج. السبستيتيوتنج معناه ان انا عندي متغير هعرفه واستخدم قيمته في اكتر مكان. فانا عندي جزء اسمه جلوبال نوتيفيكيشن. الجلوبال نوتيفيكيشن من انواع السبستيتيوتنج اللي انا بستخدمه جوه التمبلت. يعني ايه جوه التمبلت؟ يعني لما انا بحط كده جلوبال نوتيفيكيشن ما بين هاش دبل هاش بيستبدلها زي ما هي كده بالقيمه اللي انا هحطها لها. تمام، فتعالوا نكتب حاجه كده زي ديزاين باي علي صالح مثلا، ونقول ان هي بقت موجوده في الجلوبال نوتيفيكيشن، ونفتح الابلكيشن بتاعنا كده. بقت موجوده هنا، لو فتحت اي صفحه تلاقيها موجوده. خدتوا بالكم؟ طب هي موجوده فين؟ موجوده في التمبلت. التمبلت ده احنا هنروح له بعدين. التمبلت بتاع الابلكيشن، في عندي تمبلت للصفحه، تعالوا نختار مثلا الستاندرد ده. لو انت بحثت هنا على جلوبال نوتيفيكيشن تلاقيها موجوده، موجود البوزيشن بتاعها، ده مكانها. تمام، بيظهر فوق خالص في التي بودي موجوده. فكل اللي بيحصل ان هو بيروح يستبدل الفاليو اللي انت بسيطها له بالقيمه دي. تمام يا جماعه. طب دي بتستفيد منها ايه؟ دي لو انت عايز تبعت رساله لاي حد يفتح الابلكيشن بسرعه جدا، فهتضيفها له في الشيرد كومبوننت في الجزء بتاع الديفينيشن. عايز تبعت اي حاجه، اي رساله مثلا، غد بكره اجازه، مش عارف العمله اتغيرت، اي حاجه مباشره بتعملها فين؟ في جلوبال نوتيفيكيشن. وهي اوتوماتيك بتترجم في الصفح، لان الصفحه فيها تمبلت، فيها بوزيشن للتمبلت ده اسمه جلوبال نوتيفيكيشن. وضحت يا جماعه؟ لما تغير رساله باي حاجه انت عايزها تقدر تكتبها هنا، واوتوماتيك هتظهر فين؟ في كل الصفح. ليه؟ لان كل الصفح محجوز لها مكان للبوزيشن بتاع الجلوبال نوتيفيكيشن ده. تمام، وضحت الفكره دي؟ انت بقى تدورها في دماغك تشوف هتستفيد منها ازاي. طبعا انت عايز تحط حاجه في كل الصفح هتبقى صعبه جدا، انك تحط كلمه في كل الصفح هتعدي وتكتب كلمه معينه وتضيفها في كل الصفح. هو عامل لك مكان اسمه جلوبال نوتيفيكيشن تقدر تكتب فيه اي رساله، واوتوماتيك تترجم فين؟ في كل الصفح، لان هو حاجز لك المساحه بتاع الجلوبال نوتيفيكيشن دي جوه كل تمبلت بتاعه. التمبلت ده ان شاء الله هنعدي عليه بالتفصيل عشان نفهم هو بيترجم التمبلت ازاي. وضحت يا جماعه النقطه دي؟ والجلوبال نوتيفيكيشن انت بتكتب الرساله بس، هو كل تمبلت حاجز المكان ده. تمام، هو التمبلت بتاع الصفحه. لو انت عايز تعدل في تمبلت تاني زي ريجن ولا ريبورت ولا اي حاجه وتعمل الرساله دي، برضو تقدر تضيف الكود ده فيها. تمام يا جماعه، وضحت؟ نكمل ان شاء الله في بقيه الدروس. السلام عليكم.